علاقتك معه؟ لا علاقتي معه ممتازة ما بخلقها هي. الله يهنيكم. لكن ميز إذا بتسامحيني استعد سجل لك هذا البيت والمكتب اللي تحته كمان. اوف كل هالقد طلعت رخيصة بنظرك؟ غالب أنا إذا بملك الدنيا كلها بملكك ياها كرمال ضفر رجلك. اعتبرني مسامحتك ومن زمان كثير. لقلبك. تفضلي تفضلي ارتاحي. الحقيقة أنا طلبتك تيجي لهون لحتى أعطيكي فرصة تانية. وأنا جاهزة. يعني بعد ما صار اللي صار فكرت أنا إنه غلطت، لأنه أنتِ مرة شريفة ونظيفة وحلوة، ولقيت إنه كل شيء صار بيناتنا ما كان لازم يصير. الله يخلي لي إياك يا رب. وإذا كان مشان الموضوع اللي صار بيناتنا أنا خلص نسيته، وبوعدك إذا بنتي بترجع لي الدكتور نورس لا بأشوفه ولا بأحكي معه خلص. لك لا لا مو هذا قصدي. إذن شو؟ يعني عم فكر إنه شو رأيك تتجوزيني وبضل دور على ريهام لحتى نلاقيها. تجوزك؟ لك إيه؟ شو بك انصدمتي ولا مالي قد المعاه؟ لا تأكيد مو بوعيك. والله انت اللي مو بوعيك اذا بترفضي. والله لعيشك احلى عيشه. يعني انت عم تعترف انه ريهام عندك؟ انا ما قلت ايه، انا قلت لك بدور انا وياكي عليها. واذا رفضت؟ بتدوري عليها لحالك. سوسن ليش هيك ساكتة؟ ليش متضايقة حبيبي؟ احكي لي شو بك؟ ما بعرف شو بدي احكي. حدا من اهلك زعجك؟ لا قصدي شغلة تانية. طيب شو هي جننتيني؟ توعدني اللي رح اقول لك اياه رح يضل سر بيناتنا؟ اكيد يا عمري. مع انا اخترت احكي لك الك لاني بعرف وبوثق انك بتحبني وما رح تنصحني بشي غلط. طبعا يا عمري، بس شو الموضوع جننتيني؟ الموضوع بتعلق ببابا. لعنة بعيونه شو حيوان؟ معقول في حدا بالدنيا بيفكر بمرأة بحبها ابنه؟ الله وحده بيعلم كيف مسكت أعصابي. لك الحمد لله اللي قدرتي، مو ناقصنا مشاكل. هلا المهم شو بدنا نعمل؟ اتصلي بنورس فورا. لك شو خبره على الفاضي بس لأشغل له باله؟ لازم يشاركنا بالتفكير، وخصوصا بعد ما تأكدنا إنه ريهام عند أبوه. من شو تأكدنا؟ من شو؟ نحن ما تأكدنا من شيء، بركي هاد كله حكي بس ليضل عم يلعب فينا. مستحيل. دحام مانو غبي لحتى يفكر انك ممكن تتزوجي قبل ما ترجع بنتك. ما بعرف شيء، انا ضعت راسي حينفجر، ما عاد عرفانه شيء. ما بعرف. السكوت جريمه. بعرف بس انا ماني قادره اعمل شيء. طيب انت اعطيني التفاصيل وانا بخبر الامن. مستحيل. معن هاد بابا. شو بعد بابا؟
والمرة اللي قتلوها شو ما عندها أب وأم وعيلة ولا شو؟ أنا بتمنى أي حدا بيغلط ياخد جزاؤه، بس مو عن طريقي. شو رأيك نخبر نورس وهو يقرر عني وعنك؟ لا، نورس لا. ليش؟ نورس يمكن ما يفكر بطريقة صح بسبب قصة ميادة. معن، وعدني إنك ما تفاجئني وتعمل شيء رح يضايقني. سوسن انتبهي، رح يعذبك ضميرك طول عمرك وحياتك إذا ما عملت شيء. فكري حبيبي، الله يوفقك. هي قصة ما بينسكت عنها حبيبي كرمال الله. فكري الله وكيلك هذا اللي صار، وأنا كل شيء صار مع اللي جيت قلت لكم إياه. إيه يعني مالك مصدقني؟ مصدقك مصدقك، بس بتعرفي أبي طول عمره عقله برم وحتى بحاله بشك. يا سامر، أنا لو بدي ألعب معكم كنت ما خبرتكم. أكيد أكيد، لأنك ببساطة بتعرفي إنه مصلحتك معنا. وهلا شو بدي أقول له؟ اخترعي أي شيء. الو، كيفك استاذ رياض؟ اهلين ديالا. انا عم اتصل معك لاسالك، انت كيف عرفت اني انا اخذ الشرائح من عمار السيد؟ اي شرائح استاذ رياض؟ لا تشتغل فيني، الله يوفقك. ها انا خايفه تكون انت من طرف الامن وهو اللي دافشك علي. ولد يا عمي، بالنسبه للامن لا تخافي، اتسكر الموضوع باتهام موكلي. افهمي عاد، لا تخافي. ايوه، يعني برتاح من هالناحية؟ واتش يا أختي، ارتاحي ارتاحي، ما عندنا وقت. إن شاء الله. اتأكدت؟ أنا من الأول متأكد. المهم هلأ انتبهي على حالك كتير منيح، ولا تتصرفي أي تصرف بدون ما خبرك. ماشي؟ ماشي. يا عم سوس، والله منورة والله. هاتي لشوف. بشري، ما في شيء، بس حبيت رجع لك الجهاز. ليش؟ شوفي نورس، أنا تعبت، ما عاد قادر أكفي. سوسن حبيبتي، أنت حقك تعتذري، بس أنا حقي كمان أعرف ليش. حق، بس اللي عرفته بقطع القلب. راسي ما عاد يتحمل نورس. معناتها عرفتي شيء عن ريهام؟ لا لا، قصت علي. طيب ممكن أعرفها؟ فيك تعرفها، بس أنا إذا حكيت ممكن طب ممكن موت نورس، ممكن جن، ما بعرف. أنت ما بتتخيل قديش صعب اللي صار براسي. راسي ما عاد يتحمل براسي. طيب خلاص خلاص، طولي بالي، لا تحكي، خلاص ما في مشكلة. أنت بتحبي يا الحنونة؟ عم تدعي لحتى الله يشفيها. يلا فوتي قاعدي معها شوي، انتبهي له لما افتح الباب. يلا كيف حنونة؟ طمنيني عليها. انتي شو بدك تشوفي؟ بعرف انه مو وقتها، وبعرف انه مو ناقصك، بس شو؟ عرفت بالصدفة شغلة فظيعة عن ابوكي، وما بعرف شو بدي اعمل. تسكري تمك وأذنيك وعيونك. طب على الاقل اساليني شو هي القصة. لا، لانه اللي فيني مكفيني، مو ناقصني لسه قصص. ونصيحة مني سوسن، لا تخلي ابوكي يحس انك عرفتي عنه شيء، لأنه إذا بيعرف إنك عرفتي سر من أسراره ما بتعرفي شو ممكن يزعل فيك. فهمتي؟
شبك فلشتيني. والله انت اللي فلشتيني. شو كنت عامله؟ شو شايفتيني عم بعمل يعني؟ عم بتدرب. ما هو هذا اللي رح يوقف لي قلبي. ليش يعني؟ عم بتدرب مو عم شيل احجار وكسرها. لا حبيبتي، تعلمت من الدرس الماضي، لما بتكوني عم تتمرني معناها في شي براسك او في شي مصيبه جايه. لك ليش ما عم تردي علي؟ تركيني بحالي. ماني تاركتك لحتى اعرف شو بدك تعملي. حبيبتي هاي المره مو مثل هديك المره. انا هلا بدي افهم. بدي رجع بنتي. كيف؟ نفس طريقته. كيف يعني بنفس طريقته؟ يعني رح اخطف له سامر وبس يرجع بنتي برجع له قبله. برافو برافو عليكي، لانه هذا اللي ناقصنا بالضبط. مشان الله ما تتمسخري، اذا عندك حل تاني قولي انا جاهزه. ولك كبري عقلك، هذا سامر مو ابو نوراز. بعدين حبيبتي ريهام رح ترجع باذن الله، خليها لما تفوت من الباب وترجع تشوف امها بصحه وعافيه وناطرتها. بعدين اذا زبطت معك مره مو معناها انك بطلت الملاكمه بالعالم. خلصينا بقى. وينك حبيبتي؟ شو صار معك؟ نعم. تفضلي. شو هاد؟ عم تتغابي ما بتعرفي شو هاد؟ بتاخذي حبة الصبح وحبة المساء، وبعد شي أربع خمس أيام بتبشريني. طب بلكي صار لي شي؟ لك لا تخافي على حالك، إيه أنا بخاف عليكي أكثر ما تخافي على حالك. لا واضح. دحام أنت بدك تخليني أشوف الأولاد؟ والله اشتقت لهم. حبيبتي طابب ملعبك، كل ما عجلتي أنت كل ما بتعجلي بشوفة الأولاد. طب هي كل شي بدك إياه عم ساوي لك إياه، شو هدفك من إنه ما عم تخليني أشوفهم؟ شو هدفي؟ ليش مين قال لك إنه أنا كل ما بساوي شي لازم يكون في عندي هدف؟ ما قلت لي كيفك انت يا مرتك؟ عن انا واحدة عم تحكي؟ عن ميس ولا تجوزت غيرها؟ ايه نعم تجوزت. انت قدوتي عم بقتدي فيك. كل حال مو غلط. شوف غالب، بعمري انا وياك ما كنا اصحاب ولا اتفقنا على رأيي، ولكن بتخيل في يوم من الايام وقف هذا الموقف وطلب منك مساعدة، شو بدي أعمل؟ الزمن خانني وغدر فيني، لذلك عم بطلب منك مساعدة. على فكرة أول مرة بتفق معك بكل كلمة قلتها. حتى الأخيرة؟ رح أحاول ساعدك قد ما بقدر. حتى ولو كان خصمي هو خالك؟ خالي شو له علاقة بمقتل طليقتك؟ جاوبني على سؤالي. إذا كنت بريء رح ساعدك. أنا بريء والمجرم الحقيقي هو خالك. لا تسألني عن إثباتات، لو كانت بين إيدي ما كنت طلبت منك. شو المطلوب مني بالضبط؟ تعمل المستحيل لحتى أطلع من هون، لأنه هاللعين ما خلى شيء وما حاربني فيه وبهدلني بما فيه مرتي. ما بتعرف جوز هي متجاوبة معه. دايما كنت تلومني أني حبيت على أمك وطلعتها وتزوجت، وانت قلت من شوي أنك أنت مقتدي فيني، فممكن ما تحكي عن مرتي وتضايقني بالحديث عنها، لأنك ما بتعرف ممكن في يوم من الأيام يصير معك يلي صار معي وتكون أنت بهذا الموقف ويجي واحد يحكي معك مثل ما أنت عم تحكي معي. طيب ماشي، أنا كلنا أنا قلت لك رح أحاول ساعدك قد ما بقدر. مبدئيا بتشكرك، بس بتمنى عليك
إذا ما أنك قادر تساعدني أو وصلت لمحل ما أنك قادر تكمل خبرني مشان ما ضل عايش على أمل كاذب. ديالا ما تلعب معي، أنا هسه عم بقدم لك عرض رائع، إذا رفضتي اليوم بكرة راح تتمني عشرها. خايفة يكون الأمن حاسس على شيء؟ قلنا لك لا تخافي. طيب ممكن لسه تعطيني يومين وبوعدك تكون النتيجة إيجابية. وشو بده يتغير باليومين دخلك؟ بدي أعرف مكان الشخص اللي كان واسطة بيني وبين دحام، بدونه رح تطلع القصة براسي لحالي. ومين الشخص؟ أنا بساعدك. ما في داعي نعمل شوشرة، أنا اليوم أو بكرة بعرف محلي. ماشي، أنا رح بعطيك يومين، بس وينك؟ أي غلطة أو إذا حاولت تلعبي معي ترى رح تدفع الثمن غالي. ها أنت بلشت تدور على ديالك؟ من أول يوم سألني رياض عنه ما ورد اتصال من موبايل ديالة لموبايل أي شخص ورد اسمه بقضية روعة؟ لا أبدا. معناتها الاستدعاء ما رح تفيدنا بنوب، بدنا نحصل على معلومات من رياض. أنا هالكم يوم احتمال رياض يطلب مني كم خدمة، أنا رح أحاول آخذ كل المعلومات مقابل خدمتي له. ماشي، تصرف بس ضمن الضوابط. أكيد سيدي أكيد. فهمت علي؟ دائما كنت تلومني اني حبيت على امك وطلعتها وتزوجت، وانت قلت من شوي انك انت مقتدي فيني، فممكن ما تحكي عن مرتي وتضايقني بالحديث عنها لأنك ما بتعرف ممكن في يوم من الأيام يصير معك يلي صار معي وتكون أنت بهذا الموقف ويجي واحد يحكي معك مثل ما أنت عم تحكي معي. يلا أمورة قومي روح، مليت كتير ما بدي اصلا. الدب اللي عندي مو هون اليوم، هلا بيتصل فيك على الارضي وما بيلاقيكي. ايه دخيلك، ايه بقول له نايمه. ما في داعي للمشاكل، انت بتعرفي انه جوزك كثير بغار. حبيبتي المشاكل جاي وجاي، انا هلا بس عم استنى ينقل البيت لاسمي، واذا بقدر حصل شيء ثاني بيكون كثير منيح. بتمنى اعرف ايمت ناويه تهدي وتستقري. لك انا مو ناويه ابدا يا بنتي، ما في رجال بيستاهل. هلا شيليني من صابر وبابا، طمنيني كيف انت وما انصرتوا. ما بعرف ميس، بس اتفقنا نضل مع بعض شو ما صار يصير، حتى لو ما تزوجنا. قادرين؟ كمان ما بعرف، بس انا مستحيل اتزوج حدا غيره. الله يكون معكم، بس قد ما قصت الفرقة صعبة، انكم تضلوا هيك كمان اصعب بكتير. بتعرفي ميس، اوقات بيخطر على بالي انه نروح ونتزوج بلا موافقه حدا. اختي منسافر منهج برا البلد وعمرنا ما نرجع. اصحك تعمليها سوسن، حرام مشان امك ما بتعرفي شو ممكن يصير فيها. ميس بتعرفي اني انا مالي قد هذا الحكي، يعني هي افكار بتخطر لي هيك بس لحتى فائل حالي فيها، بس انا بعرف حالي ما رح ساوي شيء منها. ان شاء الله خير. ميس شو بكي؟ تعبانة كتير، هسا حالي رح اوقع بارضي امبارح حنونة ما خلتني نام كل الليل. طب قومي نامي جنبها. هيك عم فكر، بس الله يخلي لي اياكي صوصك، طبخة النار ما تنسيها، رح تلقى خلص صعب. خلص ما تاكليها، قومي قومي نامي. اوه
حسان الله يوفقكم اتركوني شوي لحالي معه. اتركوني شوي. ليه يا أمي؟ ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه تركتني؟ ليه؟ ليه كلكم عم تتركوني وتروحوا؟ ليه؟ شو عملت؟ ليه؟ شو سويت لك يا الله؟ ليش عم تعمل معي يا ربي؟ يا ربي دخيلك. حسستان عم تتحرك. حسستان عليك كرموشة اللي انا ما عدت اللي انا ساعد عايشة اللي انا ركليني والله انا بعيش فيك يا عيوني انا بعيش فيك يا روحي عبيبني ماما عبيب قلبي يا روحي حاسس فيكي. الله يريح قلبك. هي ارتاحت. على الفكرة أنا صعيب يعني ما عشت معها مثلك وما كنت قريب منها. بس شهد الله علي لما خبرني نوراس في شيء هيك شعل جواتي. سبحان الله دم بحن. نيس طولي بالك. ما يستش ما ترد علي. ليش ما تحاكيني؟ شفيت وما فيني شي وضع تمام بس من كم يوم انتكست. لا ليش؟ انت السبب. انا؟ اول ممرضة. مالي عرفان شو في؟ واحد منكم سمع التسجيلات تبعيتي اللي بتخصني عندك لغالب. ما كلمة واحدة. عفوا دكتور أنا بدي أحكي معه. أنت بتعرفي إنه نحن من نفس العجينة ونقدر نفهم على بعض ما هيك؟ قولي لي بقى قد إيه أعطاك هي غالب مشان التسجيلات؟ على فكرة هو تحت بتحبي إنداله؟ قولي لي قد إيه بقي معك من مصاري؟ عم أقول لك قد ايه؟ 30,000. روحي جيبيهم. هيك بيكون وصلني حقي. وليش بدك تبيع على الأرض؟ لازمني سيولة. أيوة قد ايه الأزمان؟ ما بعرف قديش بتسوى. انت شوف لنا شي زبون ابو راتب وظبط لنا الموضوع. ماشي
دخلك شو في بينك بين الوالد؟ ليه؟ اتصل واحد من طرفه قال بده يعني يزوره. شو قال؟ قال انت ورا كل شيء عم يصير معه. عرف بمين يستنجد. طيب كلامه صحيح يعني؟ وإذا كان هذا الكلام صحيح انت شو موقفك؟ موقفي؟ بنفتح له قنينة شمبانيا. الله وكيلك لسه ما شاف شيء، والله لا كسر راسه تكسير، والله لا طالع حقي وحقك وحق امك من عيونه. اذا احتجت شيء خبرني. لا انت خليك نظيف. ما تنسى هذا موضوع الارض الله يرضى عليك. لا خلص مو مشكله، اذا ما لقينا هيك شيء زبون مرتب انا باخذها. كتر خيرك يلا. ها السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. مع السلامه. الله عليك يا فؤاد، ما لقيت غير غالي، معناتها بلشت ورقتك تصفر. مرحبا حبيبي. شو ايمتى اجيت؟ وين كنتي؟ اول شي بدي اقول لك البقية بحياتك. حياتك الباقية وين كنتي؟ أنا كنت مالة كتير، طلعت مشوار. لوين؟ غالب أنا ما بحب هاي الطريقة بالأسئلة. بعدين أنت بتثق فيني ولا لا؟ طبعا. معناها لا بقى تسألني، والثقة مو مجرد كلمة بتنقال. ما اختلفنا، بس وين المشكلة إذا كانت الأمور واضحة؟ والله لو مع غيرك ما في غلط. ومعي؟ في مشكلة كبيرة. هلأ إذا قلت لك وين كنت رح تسألني سؤال تاني ورح جاوبك عليه، ورح يجي كمان سؤال ثالث وكمان رح جاوبك، وهيك بيصير سؤال وجواب وبدون نهاية، وما رح ترتاح. طيب ممكن تجربيني هالمرة؟ اوكي. أنا كنت بالكافة. أنت ومين؟ فهمت ليش هلأ إني ما بدي جاوبك؟ غالب أنت ما اشتريتني. أنا بطلع إمتى ما بدي وبرجع إمتى ما بدي. عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك كل واحد فينا بطريق. أبي نحن تأخرنا كتير، موت حنان نسانا موضوعنا. أنا ما نسيت. أنت متأكد إنه ديالا ما جابت سيرة لحدا؟ مليون بالمية ولو. تأكد على المزبوط قبل ما تصفي لحسابك. وصل يا كتير. هدول ما بدي اياهم، وانا ما فيني خليهم معي. ما دام راح الغالي لا اسف على الرخيص. عادل الله يخليك ريحني وخذها. اذا بتكوني مفكره اني قدمت لك اياهم مهر بتكوني غلطانه كثير، لاني انا قدمتهم هديه. لانك بتحب. ايه ولهلا ما تغير شيء. عادل الله يخليك خذهم وريحني. ترجعك ترجمة
امتى اتصل فيك رياض اخر مره؟ امبارح المساء. شو قال لك؟ اليوم اخر موعد لإلي. ابن الحرام عم يلعب لعبه كبيره. امبارح اتصل فيني وطلب مني اشهد ضدك. ومن وين جاب رقم موبايلك؟ ما بعرف. غريب، معي ما جاب سيرتك ابدا، بس كان يحكي عن ابوك كثير. امبارح كمان اتصل واحد تافه وهدد الوالد. معناها القصه انفضحت؟ لا لا اطمني، مجرد شكوك وظنون مو اكثر، بدليل انه بدهم حدا منا يساعدهم ويشهد معهم. طيب وهلا وين بدنا نروح؟ الوالد بده يشوفك. ليش؟ ما بعرف، حابب يحكي معك موضوع ضروري. سامر اذا في شي براسك ما بنصحك ابدا. ها ثلاث اشخاص بيعرفوا اني انا معك. يا عيب الشوم عليكي، بس حط حالك محلي. اذا خايفه انزلي. مالي خايفه، انا ضايعه. تثقي فيني ولا لا؟ ايه بوثق. معناتها لا تحكي شي ما له طعمه. عن جد انا اسف، بعرف اني قصرت بحقك، بس المشكله انه سوسه تعبت اعصابها كثير وما عاد بدها تكمل. ولا يهمك، حكيت معه وخبرتني. بس انا مكمل. ها لا تعب حالك، انا فكرت بحل اضمن واسرع. حلو، شو هو؟ قبل ما نفوت بالتفاصيل بدي منك وعد انه تساعدني. اها واضح انه في شيء مزعج. شو؟ انا قررت اني اخطف سامر واجبر ابوك يرجع ريهام. طيب ليش ما بتخطفيني انا؟ مو اسهل لك؟ شكرا كثير انك عم تتمقلس. طبعا بدي اتمقلس، كان هذا حل؟ كنت متاكده انك رح ترفض. معلش تعدي وتسمعيني منيح. ما رح اسمع شيء الا كلمه موافق. ايه بس مستحيل. لو حاسس بحرقة قلبي كنت عرفت انه ما في شيء مستحيل. ابوك ليش اختار يشوفني هون؟ ما بده حدا يشوفكم سوا. رح يتأخر؟ لا لا، خمس دقايق بالكثير بكون هون. يلا إذا في شي بتعرفيه ومخبيتيه عني احكي هلأ قبل ما يجي. ما في شي سامر. أكيد سامر، أنت أكتر إنسان لازم يوثق فيني. وأنا بوثق فيك. سامر سامر. أهلين دكتور. ميس العمر لك. تعيش. أنا آسفة ما رح أقدر لك. تفضل، أنت بتعرف وضعي. حتى لو قلتي لي تفضل ما رح فوت، جاي آخذ بخاطري. شكرا كثير دكتور. ميس بس تفضي حكيني، حابب شوفك. إن شاء الله. عمر لك. شكرا. ليش هلا اني ما بدي جاوبك؟ غالب انت ما اشتريتني. انا بطلع امتى ما بدي وبرجع امتى ما بدي. عجبك اهلا وسهلا، ما عجبك كل واحد فينا بطريقه. شو يعني ولا شيء؟ قلبت الدنيا عليها وما لقيتها. حكيت على الموبايل؟ موبايلها مسكر. ولك شلون بترجع بدون ما تنهي القصة؟ جيت استشيرك، خفت اعمل شيء من عقلي ويطلع غلط. معقولة تكون الشرطة مسكتها؟ ممكن، وممكن تكون شغلات تانية. مثل شو؟ احتمال تكون خافت نعمل فيها مثل ما عملنا بروعة، واحتمال يكون المحامي قناعة تمشي ضدنا. هلا قصة المحامي انساها.
مثل حالي قصة ديالة بدي اياها تحت اي ظرف وباسرع وقت. ماشي، بس في خبر تاني زعجني. ها؟ بلش البوم. شو في؟ سمعت انه بلشوا يحققوا مع غزوان. مسكوه يعني؟ لا، بس كل كام يوم عم يستدعوه للتحقيق. مو مشكلة، بيصمد غزوان بيصمد ان شاء الله، بس نحن لازم نفرض اسوأ الاحتمالات ونتصرف على اساسها. انت هيك علمتني. حبيبتي شو بك؟ ليش مانك على بعضك؟ تعبانة كثير يا مان، اليومين ما عم بقدر نام، كل ما غفلت عيني بشوف كابوس. عم تفكري بنفس القصة؟ ما قدرت انسى. ولا رح تنسي بحياتك اذا ما ريحتي لضميرك. مان في مجال ما تضغط علي اكثر من هيك؟ انا مستحيل اكون سبب اني اذي لبابا. انا اسف، بس اذا انت من هلا بلشتي ضميرك يتعبك وتشوفي كوابيس، بكره شو ممكن يصير اذا سمعتي ابوك عمل جريمه لا سمح الله؟ ما بعرف. ايه ولا انا بعرف. سيدي هلا اجانا خبريه ان المحامي رياض شرف الدين تعرض اليوم الظهر لاطلاق نار وطفى فورا. كل مره القصه عم تعقد. شفت المغفر تبع ادوار المنطقه اللي صارت فيها الجريمه، خليهم يستكملوا اجراءاتهم يبعثوا لي الملف. حاضر سيدي. برايك مقتل رياض له علاقه بهذا الروعه؟ هذا اللي عم فكر فيه. احتمال وارد، لازم نهتم بكل الاحتمالات. هذا المحامي ماسك قضايا كثير شائكه، بجوز واحدة منهم سبب قتله. كل شيء وارد. روح تصرف بسرعة. روح. احترامات. حياتي، في مشروع براسي وراقي كثير وبيجينا مصاري منه وبتربح. حبيبتي انت بتعرفي انه انا ما بعرف اشتغل غير بالهندسة. ايه مو مشكلة، بكفي انا بفهم فيها. انت مول المشروع واترك الشغل علي. لا لا حبيبتي لا، موضوع الشغل هذا بتتركيه علي لي، وانت بتعرفي انه انا ماني مقصر معك منو. حياتي ما حدا قال انك مقصر معي، بس انا كمان عمل لحالي، وبعدين يعني ما عندي حدا غيرك يساعدني. ان شاء الله خلال شهر شهرين رح افتح مكتب هندسي، وساعتها ممكن سلمك ادارته ونضلنا مع بعض كل الوقت على طول. هلا بدك يعني كنس وامسح واعمل لك قهوه وشاي؟ لا لا لا، شو هالحكي؟ ما في خيارات ثانيه الا اذا شايفني بنفع مستشاره هندسيه. ليك حبيبتي، بكره بس اخذ المكتب وحط قدامك خيارات كثيره، وساعتها اختاري الشيء اللي بناسبك واشتغلي. من هلا رح اقول لك ما رح يعجبني شيء. شوف غالب، قدامك حل من الاثنين، يا بتعملي المشروع تبع البوتيك يا رح ارجع لعند عصام اشتغل. رجعنا لهالقصة. حبيبي انا ما عم بجبرك على شيء، اختار اللي بيناسبك وقلي.